لا على فكره هو مش شرس خالص، فين شرس اصلا؟ لا انا مش شايف الدور شرس، مش شايفه شرس خالص. لا هو شخص مجبر انه يعمل كده، هو مين قال ان هو شرس؟ هو حد يعني بدأ حياته في دار ايتام وهو مش يتيم اصلا، وعايش مع ابوه غصب عنه، مش عارف السلاح والكلام ده بيطلع على لسانه، ما ليه عايش في دار ايتام وانا مش يتيم؟ 30 سنة ليه؟ اه بالظبط. فدي فان هو مش شرس خالص، مش عايش خالص، عكس طيب جدا ومتعاطف جدا مع ال، وحتى ما قدرش الطفل اللي هو كان الناس متخيله وقتها ده، فبيحب بنت والبنت اتقتلت. لا خالص مش عايش خالص يعني، ويمكن عشان هو شغال مع ال، اقول لك ايه، الناس كلها شرس، هو شغال مع الطرف المعادي لابطال المسلسل، اي حد ضد العطارين فهو وحش. انا ما كنتش شغال مع العطارين، كنت مسالم، كنت شغال تاجر سلاح صح؟ لما اشتغلت مع سيف العزازي اشتغلت تاجر سلاح برضه، فهو كده كده في حالتين كان تاجر سلاح، بس هو كله بقى ضد العطارين، فبقى الناس حاسه انه شرس، انما لا حاسه الظباط يعني. ايوه يعني هو لا مش شرس خالص، امير حد من الاشخاص الطيبين جدا دراميا يعني.